أطيب وأذكى تندوري دجاج راح نجهزه بطريقة كتير سهلة، وراح نقدمه مع صلصة الكزبرة والنعناع. نزلت لكم فيديو منفصل بالتفصيل كيف نجهزها، فإذا جاهزين خلينا نشوف شو المكونات وطريقة التحضير. وأول إشي بنبدأ لتحضير لنعناع الدجاج، فبجد بدنا نضيف اللبن وخل الأبيض وزيت الزيتون وعصير الليمون، وبدنا كمان الملح والجرام مسالة والكركم والفلفل الأحمر الحار وبهارات الكزبرة والبابريكا المدخنة والهيل المطحون، وبدنا كمان رب البندورة والتومة المهروسة والجنزبيل الطازة، وبنخلط لتتجانس كل مكونات النقع مع بعضها ويصير عنا بيست مثل هيك. أما بالنسبة للجاج فمستخدم الجاج بالعظم مقيوم عنه الجلد، وبنعمل شقوق بالسكينة مثل هيك، وبننقل جاجاتنا على خليط النقع وبنتأكد إنه يغلفهم من كل الشقات، وبنغطيها بالبلاستيك راب وبندخلها للتلاجة إلا إشي 4 ساعات، بس أنا بفضل لتاني يوم. وتاني يوم بطلعها قبل بساعة من ما أدخلها على الفرن موزعها على الشبك وعلى طبقة واحدة، ومندخلهم على فرن حامي على درجة حرارة 175 درجة مئوية لمدة 50 دقيقة. بعدين منطلعهم ومنقلبهم على الشقة تانية ومنتركهم لمدة 15 دقيقة أو لغاية ما يسووا، بعتمد حسب حجمهم. بعدين منطلعهم ومندهن عليهم زيت الزيتون ومنرجعهم للتحمير على الفرن لمدة 3 دقائق تقريبا. واخر اشي عشان نحصل على الطعم المدخن بدنا نحط الفحمه المولعه على ورق القصدير وبنحط عليها الزيت النباتي وبنغطيها فورا بقطعه ثانيه من الفويل بيبر وبنتركها تقريبا لمده 5 دقائق بالفرن. وهيك وصفتنا صارت جاهزه، فبنقدمها فورا بعد ما نزينها بالبصل الاحمر المقطع لشرائح والبقدونس المفروم، وبنقدمها مع خبز البراتا والبطاطا المقليه وشرحات من الليمون. كل المكونات تحت الفيديو، جربوها والف صحه.